ما الحكم في الإمام الذي نسي أنه غير متوضئ؟ هل تفسد صلاته وصلاة المأمومين؟ وما الحكم إذا تذكر أثناء الصلاة أو إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة أو إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟ رأى جمهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الجنابة أو لم يتوضأ من الحدث وصلى فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس. وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان الطهارة، بناء على حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا كان المحدث إماما ناسيا أنه محدث ولم يعلم المأمومون حتى انتهت الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأئمة روي عن مالك والشافعي. أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمأمومين، ودليل جمهور الأئمة كما يقول ابن قدامة إجماع الصحابة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى مكان فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، وحدث مثل ذلك لعثمان رضي الله عنه. وروي عن علي أنه قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة بهم آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا. وابن عمر صلى بهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم، وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا، ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. ثم قال ابن قدامة والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء، لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى، ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم، بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر. إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها. هذا هو الحكم فيما لو علم بالحدث بعد الصلاة. أما لو علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة. وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم ويستأنف هو، وقال الشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون، كما لو قام بخامسة فسبحوا به فلم يرجع. هذا والله أعلم. وما حكم الصلاة وراء إمام يعتقد في صاحب القبر النفع والضر؟ معلوم أن إمامة الكافر حرام، لأن صلاته باطلة من أساسها، وفي إمامته ولاية، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن الكفر أن يعتقد الإنسان أن بعض الأولياء في قبورهم يضرون وينفعون بأنفسهم دون تدخل لإرادة الله تعالى، وإنما يمكن التوسل بحبهم وزيارتهم، يتوسلون إلى الله أن ينفعهم، لأنه توسل إلى الله
بعمل صالح كما قاله بعض العلماء، والله أعلم. يوجد في المسجد إمام ويوجد ما يسمى بالمبلغ، على الرغم أن مكبرات الصوت الآن تغني عنه، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل كان هذا موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والمأمومين حتى يتابعوه، فإن كان المأمومون يسمعون ذلك منه كان التبليغ من غيره مكروها لعدم الحاجة إليه، فإن كان صوته ضعيفا لا يسمعهم فيسن لأحد المأمومين أن يقوم بالتبليغ. ففي حديث البخاري لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كبر أبو بكر وكبر الناس بتكبيره أي يقتدون بصوته. وجاء مثل ذلك في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، وفي رواية له فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. وذكر النووي في شرحه أن رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأن اتباع المقتدي صوت المكبر جائز في مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه إجماع الصحابة والتابعين عليه، وجرى العمل على هذا قديما. ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إماما أم غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام والتبليغ فقط لم تنعقد صلاته، بل قال الشافعية لا تنعقد صلاته لو قصد الإعلام والإحرام، هذا في تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الأخرى وقول سمع الله لمن حمده والتحميد فإن قصد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته، لكن فاته الثواب لأن التبليغ مكروه. والشافعية يقولون في غير تكبيرة الإحرام إن قصد بهذه الأشياء مجرد التبليغ أو لم يقصد شيئا بطل صلاته، أما إن قصد التبليغ مع الذكر فصلاته صحيحة. وللحنفية ملحظ آخر في هذا التبليغ، فقالوا إذا رفع المبلغ صوته بذلك وكان لصوته نغم وتفنن فيه قاصدا بذلك إعجاب الناس به فصلاته تفسد على الراجح، هذا والله أعلم. رجل يقول دخلت المسجد فوجدت الجماعة في حالة ركوع وأدركتهم في الركوع، هل تحسب لي ركعة رغم أني لم أقرأ الفاتحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بدون الفاتحة؟ ثبت في الحديث الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة الصلاة، فلو تركت كلها أو ترك بعضها بطلت الصلاة. وعند أبي حنيفة الفرض هو قراءة ما تيسر من القرآن ولا يتحسم أن يكون الفاتحة، وقراءة الفاتحة مفروضة في كل ركعة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته، وكما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة، فرأى أبو حنيفة أنها تقرأ في الركعتين الأوليين، وفيما زاد تجوز قراءتها أو التسبيح أو السكوت.
هذا هو الحكم بالنسبة للمنفرد وللإمام. أما المأموم فخلاصة الحكم أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم عند الشافعية، ومكروهة كراهة تحرين عند الحنفية في الصلاة السرية والجهرية، ومندوبة في السرية مكروهة في الجهرية عند المالكية، وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام من الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. والجمهور على أن المسبوق إذا لم يقرأ الفاتحة في أول ركعة له وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وعند غير الجمهور لا يدرك الركعة بمجرد الركوع، لأن الفاتحة وهي ركن فاتت منه. وقد تحمس الشوكاني لهذا الرأي الأخير المخالف لرأي الجمهور، ومن المعلوم أن رأي الجمهور من الأئمة المجتهدين مقدم على رأي غيرهم، والله أعلم. وما حكم صلاة المصلين الذين يسبقون الإمام في الركوع والسجود؟ في حديث رواه أحمد وأبو داود إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبل أن يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي حديث رواه الجماعة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار. وللفقهاء خلاف في حكم السبق، ففي مذهب الحنفية لو ركع المأموم قبل الإمام وانتظر حتى ركع الإمام وشاركه معه في الطمأنينة لا تبطل الصلاة، أما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام ولم يركع معه بطل صلاته. وكذلك قال المالكية والشافعية، قالوا إن السبق المبطل لصلاة المأموم يكون بركنين لا بركن واحد، فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائما للقراءة بطلت صلاته إن كان متعمدا، فإن كان ناسيا أو جاهلا وجب أن يعود لموافقة الإمام عند التذكر أو العلم، وإلا بطلت صلاته. واختر لنفسك من هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع كثيرا عن فتح المأموم على الإمام، فما هو؟ وهل هو جائز أو غير جائز؟ معنى فتح المأموم على الإمام تنبيهه إلى ما يقرأه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحا لخطأ في القراءة، وقد يكون تذكيرا له بما يريد أن يقرأه وهو مشروع. والأصل في ذلك حديث رواه أبو داود عن مسور ابن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا، قال: فهل لا ذكرتنيها؟ وفي رواية له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فاختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ وإسناده جيد كما قال الخطابي. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك آية فظن مسور أنها نسخت،
فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تنسخ، وكان يود أن يذكره إياها. جاء في فقه المذاهب الأربعة ما خلاصته، أن الحنفية قالوا إذا نسي الإمام الآية كأن توقف في القراءة أو تردد فيها فإنه يجوز للمأموم الذي يصلي خلفه أن يفتح عليه، ولكن ينوي إرشاد إمامه للتلاوة، لأن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريما. ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام، كما يكره للإمام أن يلجئ المأموم على إرشاده، بل ينبغي له أن ينتقل إلى آية أخرى أو سورة أخرى أو يركع إذا قرأ القدر المفروض والواجب. والمالكية قالوا يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة، أما إذا وقف ولم يتردد فإنه يكره الفتح عليه، ويجب الفتح عليه في الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواجب لقراءة الفاتحة، ويسن إن أدى إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتحة، ويندب إن أدى إلى إكمال السورة الذي هو مندوب. والشافعية قالوا يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة، أما إذا تردد في القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام مترددا، ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها أو يقصد القراءة مع الفتح. أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيئا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد. والحنابلة قالوا يجوز للمصلي أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه، أي منع من القراءة أو كان في قراءته غلط، ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو حصل له غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك. هذا واختلاف الآراء رحمة، لأنه يتيح الفرصة للأخذ بأحدها دون تعصب، والله أعلم. في بعض المساجد التي لا تتسع للمصلين، وخاصة في مواسم الزحام والتجمعات مثل معرض الكتاب الدولي، يصلي المأمومون خارج المسجد متقدمين على الإمام لكثرة الزحام، فهل تصح صلاتهم؟ تقدم المأموم على الإمام في المكان يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ولا يبطلها عند الإمام مالك. جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نصه، المالكية قالوا لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد، وعلى هذا فلا مانع من الصلاة في أي مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام، وبخاصة عند الزحام، وذلك على رأي الإمام مالك رضي الله عنه، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ما رأي الدين في صلاة المفترض خلف صلاة المتنفل؟ لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر مثلا، أو صلى خلف إمام يصلي نافلة، أو صلى أداء خلف قضاء، فهل تصح صلاته؟ الإمام الشافعي أجاز الاقتداء بأي إمام يصلي أي صلاة، فرضا كانت أو نافلة، قضاء أو أداء، ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود،
والممنوع هو صلاة فرض أو نفل خلف من يصلي صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود وخلف صلاة الكسوف. أما عند غير الشافعي فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل إلا عند الشافعية، وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر ولا صلاة ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا العكس، ولا تصح صلاة ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء، وذلك عند الأحناف والمالكية. أما الشافعية والحنابلة فقالوا يصح الاقتداء في كل ما ذكر، إلا أن الحنابلة قالوا لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه نحو ذلك. الشافعية قالوا يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة والنظام، فلا يصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة، ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف، لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين، ومذهب الشافعي أيسر المذاهب في هذا الموضوع. والأحسن أن يصلي الظهر الفائتة أولا منفردا ثم يصلي العصر، ولو أدرك مع الإمام بعضا منها كان، وإلا صلاها منفردا. أما أن يصلي جماعة أولا صلاة العصر ثم يصلي الظهر فذلك باطل وممنوع إلا عند الشافعية، أو أن يصلي الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر فهو باطل أيضا عند الأئمة الثلاثة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، نرى بعض الناس إذا دخلوا المسجد لصلاة الفجر وإذا أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق بالإمام، فما الحكم في ذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وجاء في رواية أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. يقول النووي فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو كانت غير ذلك، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخشى فوات الركعة الثانية، وقال الثوري ما لم يخشى فوت الركعة الأولى، وقال الطائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. والحكمة في هذا النهي أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. وقيل إن الحكمة ألا يتطاول الزمان على النافلة فيظن وجوبها، وهو رأي ضعيف. ثم قال النووي بعد ذكر رواية للحديث قال فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة
وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. وفيه رد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة. أما إذا شرع في صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من الصلاة أو لا يجوز؟ ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث المتطوع أمير نفسه، والله أعلم. وإذا سهى المأموم هل يسجد سجود السهو؟ وإذا سهى المسبوق هل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ المأموم متابع لإمامه حتى يفرغ من صلاته، فلو سهى المأموم وهو مع الإمام لا يسجد للسهو ما دام الإمام لم يسجد، والمسبوق ما دام مع الإمام لا يسجد، فإن قام ليكمل صلاته صار منفردا، ولو سهى في شيء يسجد له فلا مانع من أن يسجد وهو منفرد، والله أعلم. هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟ روى الترمذي وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت. وممن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نصلي صلاة في يوم مرتين. وقال أحمد بن حنبل بالجواز لأنها سنة، ورد على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة، أما صلاتها على أنها نافلة فجائز، لأن الحديث الأول جعلها نافلة. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. وروى مسلم عن أبي ذر حديثا جاء فيه: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وفيه: فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. والحديث صريح في أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأولى هي الفريضة، بصرف النظر عن كون الأولى جماعة أو فرادا. وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهناك شروط لجواز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء، منها عند المالكية أن يصلي الثانية مأموما وليس إماما لمن لم يصلي هذه الصلاة، ومن هنا يعرف جواب السؤال، والله أعلم. متى يقوم المسبوق للصلاة ليتم صلاته؟ إذا كان المصلي مأموما مسبوقا وسلم الإمام وجب عليه أن يقوم ليكمل صلاته، والقيام يكون بعد التسليمة الأولى لأن الإمام خرج بها من الصلاة، أما التسليمة الثانية فسنة، ومع ذلك فالأفضل ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم الإمام للتسليمة الثانية،
وذلك للخلاف في أن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة أو بتسليمتين، فمن قال بأن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة يبيح للمأموم المسبوق أن يقوم ليكمل صلاته بعد تسليم الإمام للمرة الأولى، ومن قال لا تنتهي إلا بتسليمتين يمنع أن يقوم المسبوق لتكميل صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام تسليمتين. ومن أخذوا بالرأي الأول وهم الجمهور قالوا يسن انتظار المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية مراعاة للخلاف. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صفر، كنت على سفر ودخلت المسجد فوجدت صلاة العصر مقامة، فهل يصح لي أن أصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، أم أصلي العصر في جماعة ثم أصلي الظهر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر؟ خلاصة ما قيل في اقتداء المسافر بالمقيم أن المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة لو صلى خلف إمام لا يقصر الصلاة وهو المقيم أو المسافر الذي يختار أن يتم، فإن المأموم المسافر يجب عليه الإتمام ويمتنع القصر، وذلك عند جمهور الفقهاء، حتى قال الشافعي لو صلى المسافر الظهر خلف إمام يصلي الجمعة يجب عليه الإتمام. أما الإمام مالك فيقول لو أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة من الظهر أتم الظهر أربعة، ولو أدرك أقل من ركعة جاز له أن يقصر ويصلي ركعتين. وهناك رأي لبعض التابعين يقول لو أدرك مع الإمام ركعتين قصر ولا يجب عليه الإتمام، ورأي الجمهور أقوى ولا يلجأ إلى غيره إلا لعذر. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، كثيرا ما نسمع القول المسيء لصلاته، فمن هو وكيف يسيء لصلاته؟ المسيء لصلاته رجل دخل المسجد فصلى ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم علمه الرسول الصلاة الصحيحة بالتكبير وقراءة الفاتحة والركوع مع الاطمئنان، ثم الرفع، ثم السجود مع الاطمئنان، ثم الجلوس مع الاطمئنان، ثم السجود ثانيا مع الاطمئنان، رواه البخاري ومسلم، ويطلق على هذا الحديث حديث المسيء لصلاته. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، رجل يقول أحس بخشوع عظيم وأنا أصلي منفردا، وفي صلاة الجماعة لا يكون هناك خشوع، فهل الأفضل لي أن أكون في صلاة منفردا أو في جماعة؟ جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي ما نص، أفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام. قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قال، وهو كما قال، يعني أن صلاة الجماعة أفضل حتى لو كانت بدون خشوع. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، هل يمكن أن نأخذ فكرة عن سجود السهو من نواحيه المختلفة؟ الكلام في سجود السهو والخلاف فيه كثير، فهو يتناول حكمه وحكمته وكيفيته وأسبابه. أما الحكم فأسهل ما قيل فيه هو رأي الإمام الشافعي،
من أنه سنة وليس فرضا ولا واجبا، يعني لو ترك لا عقاب فيه ولا تبطل الصلاة. وأما غير الإمام الشافعي فقال بعضهم بوجوبه وقال بعضهم بندبه، ولكل من ذلك أسباب فيها خلاف كبير. وأما حكمته فهي جبر خلل وقع في الصلاة، وهذا الخلل قد يكون بترك شيء، وقد يكون بزيادة شيء، وقد يكون بالإخلال بالترتيب بين أفعال الصلاة. والترك قد يكون لواجب أو لركن، وقد يكون لسنة وكذلك الزيادة. وهذا الخلل قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، ولكل من ذلك حكم. وأما كيفيته فهو السجدتان، وموضعهما أحسن ما قيل فيه، ورأي الإمام الشافعي أنه يكون قبل السلام بصرف النظر عن السبب. أما أبو حنيفة فيقول موضعه بعد السلام، ومالك قال إن كان السبب زيادة يقول بعد السلام، وإن كان نقصا فقط أو نقصا مع زيادة يكون قبل السلام. والشوكاني قال الأحسن أن يسجد قبل السلام إذا كان سببه قبل السلام، وأن يسجد بعده إذا كان سببه بعد السلام، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده. وأما أسبابه فأكثرها اجتهادية لا نص فيها، ولذلك كثر الخلاف. والوارد من الحديث إما عام وإما خاص، فمن العام حديث مسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، ومن الخاص حديث الصحيحين في قصة ذي اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية ركعتين ثم سلم، حيث دخل فيها وأتمها ثم سجد بعد ما سلم. وكذلك من الخاص حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأيسر ما قيل في أسبابه ما ذهب إليه الشافعي، وأسبابه هي أولا ترك سنة مؤكدة وهي عنده القنوت والتشهد الأول، ثانيا الشك في عدد الركعات، ثالثا فعل شيء سهوا تبطل به الصلاة عمدا كالكلام، رابعا نقل ركن قولي غير مبطل للصلاة إلى غير محله، مثل إعادة قراءة الفاتحة وهو جالس، خامسا الاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم كالاقتداء بمن ترك قنوت الصبح. هذه صورة إجمالية عن سجود السهو من نواحيه المختلفة، والله أعلم. بناء على ما سمعناه من فضيلتكم في سجود السهو، هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ إذا قرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم؟ إذا قرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين مع الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم فقد خالف السنة، والقراءة مكروهة كما نص عليه المالكية، ولا يسجد للسهو بسببها كما قال الإمام الشافعي. وإذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا؟ قراءة القرآن في السجود منهي عنها، والتسبيح في الجلوس بين السجدتين بقول سبحان ربي العظيم مخالف للسنة، وفي هذه الحالة
يسجد للسهو كما قال الشافعية. وإذا جهر في السرية أي الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية؟ لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية يسجد للسهو عند المالكية والأحناف ولا يسجد عند الشافعية، والله أعلم. وإذا شك الإمام في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا ماذا يفعل؟ وكذلك ماذا يفعل المنفرد؟ صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن أي ثلاث، ثم يسجد سجدتين، رواه مسلم. وهذا دليل على أن من شك في عدد الركعات وهو ما يزال في الصلاة فليأخذ باليقين وهو الأقل، ثم يأتي بما يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلىها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث فقط؟ معلوم أن الإمام لو شك وهو في الركعة الرابعة مثلا هل هي الرابعة أو الثالثة يقوم ويصلي ركعة، والمأموم المسبوق لا بد أن يتابع الإمام. وهذه الركعة الزائدة هل تحسب من عدد الركعات التي أدركها المأموم مع الإمام لأنه صلاها بالفعل، أو لا تحسب لأنها قد تكون زائدة؟ رأيان فيما يجب على المسبوق أن يأتي به بعد سلام الإمام: إما أن يعتد بما أدركه فعلا مع الإمام، وإما أن يعتد باليقين وهو الأقل، وليس في هذه المسألة نص، بل الأمر قائم على الاجتهاد، ولكل إنسان أن يختار من الرأيين ما يشاء، والله أعلم. تسر بعض النساء على الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، فهل صلاة الجمعة واجبة عليها لو لم تصلها تعاقب عليها؟ صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. روى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. فلو لم تصلها المرأة لا عقوبة عليها، ولكن إذا صلتها صحت وأغنت عن الظهر، ويجب عليها في هذه الحالة أن تستأذن زوجها في ذلك، وهذا شأنها في كل شيء لا يجب الخروج له من بيت الزوجية، كما يجب أن تكون محافظة على كل الآداب الشرعية المعروفة، والله أعلم. هل تصح إمامة المرأة للنساء؟ يصح أن يكون الرجل إماما للنساء حتى لو كان فيهن من تصلح للإمامة، لأنها ممنوعة عند الإمام مالك. وقد كان النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الخلفية وهو إمام لهن، كما كنا يشهدن الجمعة أيضا. وحادث رد المرأة على عمر في خطبته عن التغالي في المهور معروف. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن أن أبي بن كعب صلى إماما بنسوة معه في الدار لعدم وجود من تقرأ منهن، ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سكت ولم ينكر عليه. ويستوي في إمامة النساء الرجل والصبي المميز،
اللهم إلا إذا خيفت الفتنة أن يشغلن بالرجل أو يشغل هو بهن فالصبي أفضل من الرجل، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا أردنا أن نتحدث عن صلاة الجمعة فقد وردت أحاديث نبوية صحيحة تبين فضل يوم الجمعة، نود من فضيلتكم إلقاء الضوء عليه. وردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، منها ما يأتي: حديث رواه مسلم وغيره: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وحديث أحمد وابن ماجه: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله سبحانه وتعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة إلى جانب الثواب العظيم على صلاتها والاستماع إلى الخطبة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم. صلاة الجمعة هل هي فرض مثل باقي الصلوات المفروضة أم أنها سنة؟ أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين وأنها ركعتان، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وكذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: وينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركها، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. تلك أدلة تدل على أن صلاة الجمعة واجبة على كل قادر عليها وليست سنة، والله أعلم. فمتى فرضت صلاة الجمعة على المسلمين؟ يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، والعروبة معناها الرحمة. وجاء في الروض الأنف للسهيلي على سيرة ابن هشام أن كعب بن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من جمع يوم العروبة، ولم تسمى العروبة الجمعة إلا مرجاء الإسلام في قول بعضهم، وقيل هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به. وقد ذكر الماوردي هذا الخبر في كتابه الأحكام السلطانية. وصلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها بها، وذلك لقلة عدد المسلمين أو لضعف شوكتهم أمام قوة المشركين.
فلما هاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة كتب إلى مصعب ابن عمير وهو أول من أوفده النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مع المسلمين من الأنصار ليعلمهم، ثم قدم بعده عبد الله بن أم مكتوم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. وعلى هذا يكون مصعب أول من صلى بهم الجمعة في المدينة، وكان عددهم 12 رجلا كما في حديث الطبراني، وهذا الحديث ضعيف. وهناك قول آخر بأن أول من جمع بهم وأبو أمامة أسعد بن زرارة الذي نزل عليه مصعب بن عمير. يقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك الذي كان يقود أباه كعبا إلى المسجد، يقول: كان أبي إذا توجه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبي أمامة، ولما سأله لماذا يستغفر له قال: كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيذ من حرة بني بياض في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وكانوا يومئذ 40 رجلا. والقول بهذا رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه والبيهقي وصححه، وقال ابن حجر إسناده حسن. والهزم والمكان المطمئن من الأرض، والنبيذ أبو حي من اليمن اسمه عمرو بن مالك، وحرة بني بياضة هي قرية على ميل من المدينة، وبنو بياضة بطن من الأنصار، والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب لبث الكلى. وقد جمع بين الحديثين على فرض صحة الأول بأن مصعبا يقال إنه أول من جمع باعتباره كان إماما للمصلين، وبأن أسعد هو أول من جمع لأنه الأمير للقوم، وكان مصعب في ضيافته فنسب الأمر إليه، وبخاصة أنه أطعم المصلين غداء وعشاء كما في رواية أخرى. واجتماع المسلمين في يوم من أيام الأسبوع قيل كان باجتهادهم قبل أن تفرض عليهم صلاة الجمعة، فقد جاء في حديث مرسل عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع، وللنصارى مثل ذلك، فهلما فلنجعل يوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد ابن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها، وذلك لقلتهم. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن حجر: رجال هذا الحديث ثقات، إلا أنه مرسل أي سقط منه الصحابي. وقيل كان اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه كتابه إلى مصعب ابن عمير الذي أخرجه الدارقطني عن ابن عباس. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل قباء عند بني عمرو بن عوف، ثم توجه إلى المدينة يوم جمعة،
فأدركته صلاتها في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وسمي مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها بأصحابه وكانوا 140. والله أعلم. وما العدد الذي تصح به صلاة الجمعة؟ العدد المشروط لإقامتها فيه أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 15 قولا، ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار وعلق عليها، وتبين لي من هذه الأقوال أن بعض الأئمة كمالك حكيت عنه عدة روايات في هذا العدد، وأن بعضها ليس له دليل والبعض الآخر دليله مناقش غير مسلم تماما، وأرى انعقادها بأي عدد يوجد محافظة على السعيرة، وكلما كان العدد كبيرا كان أفضل، ففي انعقادها بالعدد الكبير إظهار لاهتمام المسلمين بالعبادة، وفيها تقوية للروح الجماعية، وإعطاء مظهر رائع له تأثيره النفسي على من يشاهد هذا الجمع الكبير في صلاته المنظمة ووحدته الروحية القوية. والله أعلم. فضيلة الشيخ، وهل يشترط لإقامتها مسجد؟ قال أبو حنيفة: الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى، والدليل ما روي عن علي مرفوعا: ولا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقد ضعف أحمد رفع هذا الحديث، وللاجتهاد فيه مجال فلا ينتهض للاحتجاج به. وعن ابن عباس: أول جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في مسجد عبد القيس بجؤافة من البحرين، رواه البخاري وأبو داود، وقال: جؤافة قرية من قرى البحرين. روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى، وصححه ابن خزيمة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر في إسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. ويؤيد عدم اشتراط المدن حديث الدوسية الذي جاء في بيان العدد الذي تصح به صلاة الجمعة. أما المسجد فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه غير شرط، إذ لم يكن هناك دليل على ذلك، وهو قوي إن صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، وقد رويت صلاته في بطن الوادي، ولو لم يسلم بصحته فإن فعلها في المسجد لا يدل على اشتراط المسجد. وجاء في المجموع للنووي أنه لا يشترط إقامتها في مسجد، ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة، وأن تكون معدودة في خطتها أو في خطتها، فلو صلاها خارج البلدة لم تصح بلا خلاف، سواء كانت بقرب البلد أو كانت بعيدا عنها، وسواء صلوها في ركن أم في ساحة. أما المالكية فذهبوا إلى اشتراط المسجد للوجوب وللصحة أو للصحة فقط، ولا تصح في براح أحيط بأحجار من غير بناء، لأنه لا يسمى مسجدا، فالمسجد ما له بناء وسقف، وبناء على ما تقدم
في بيان العدد والمكان لإقامة صلاة الجمعة نرى وجوب الحرص على إقامتها بأي عدد كان لمن وجدوا في محلة لا يتوفر فيها العدد الكبير، ولا يشترط أن تكون المحلة مستوفية لمقومات القرية أو المدينة والأرض كلها مسجد، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، توجد بعض الفئات التي لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فمن هم؟ الجمعة لا تجب على العبيد المملوكين ولا على الصبيان الذين لم يبلغوا حد التكليف الشرعي، كما لا تجب على المرأة، وكذلك لا تجب على المسافر، ولا تجب أيضا على الشخص المدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحاكم الظالم، وكذلك لا تجب على المريض، وذلك لحديث وارد في ذلك رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وكذلك لا تجب الجمعة على من عندهم عذر يبيح ترك صلاة الجماعة التي هي أساس في صحة صلاة الجمعة، وذلك لحديث رواه أبو داود وابن ماجه أن صحابيا شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، وكل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وعليهم أن يصلوا بدلها الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر، وقد كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه